السكر ستيفيا او اي نوع والناس الغير كيتو اللي ما عنده مشاكل ممكن يضع سكر عادي فانيلا قليل من الفانيلا وضعنا ونوضع الوان الطعام ايضا هي اختياري سكر بديل سكر اي نوع حسب نظامكم الغذائي هيك اصبحت جاهزه نضعها بشكل تقريبا عشوائي انتو اعملوا الكمية المناسبة لكم نضعها بالفرن بالرف الاوسط بنشعل الفرن مسبقا من فوق ومن تحت لمدة تسعين دقيقة على حرارة مية واربعين الحرارة تكون منخفضة ما يكون اكتر من مية واربعين وهيك نتركها حتى تبرد تماما وهيك بعد ما بردت ممكن احنا نقدمها مثل هيك وممكن نعملها شوكولاتة كيتو صحية ايضا يعني هيك طيبة وبالشوكولاتة ايضا طيبة الشوكولاتة تبعتها كتير بسيطة وكتير سهلة هي كتير روعة نوضع زبدة وليس بديل الزبدة مية جرام نصف كوب كيكاو خام 2 معلقة طعام عشرين جرام وفانيلا قليل من الفانيلا ونحرك جيد هيك اصبحت جاهزة واللي حابب يحط عليها سكر ممكن يحط على الكاكاو سكر او ستيفي او بديل سكر هذا حسب ذوقكم حسب انتو شو الطعم اللي متعودين عليه حسب نظامكم الغذائي متعود على السكر صعب يستخدم بديل السكر حسب نظامكم الغذائي وحسب ذوقكم هيك بعد ما دخلناه الثلاجة ربع ساعة لازم قبل التقديم ندخلها الثلاجة تقريبا ربع ساعة هذا شكلها نهائي كثير روعة في أمان الله تنزلونا بوصة جديدة أتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كتير لكم إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة